بسم الله الرحمن الرحيم، يا صباح الورد والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هشارك معاكم طريقه حاجه حلوه جدا. انا اكتشفتها بصراحه هنا اكتشاف وجربتها وحلوه، اللي هي معجون الثوم والجنزبيل. ده بيتباع في الجمعيات والسوبر ماركت، غالي جدا جدا، وهو طريقته بسيطه قوي قوي، وبنستخدمه طبعا في جميع الاكلات. يعني انا بحطه في جميع الاكلات، مع الصواني ومع الصلصات، مع الكبسه والبرياني والاكلات دي. المقادير بتاعته سهله جدا وبسيطه قوي، هي مقادير متساويه من الجنزبيل الفريش والثوم وزيت الزيتون والملح. هقول تاني: زيت زيتون، جنزبيل فريش متقشر طبعا ومتقطع، ثوم وملح. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط الحاجات دي كلها في الكبة ونضربها مع بعض لغاية اما تبقى معجون، ونحطها في برطمان ازاز ناشف طبعا ومعقم، واحط على وشها زيت واحتفظ بيها في التلاجة، واضيفها على الاكلات والصلصات بتاعتي. هعمل القصة دي واوريها لكم. ادي الكبة بتاعتي، هحط فيها زي مقدار فنجان، الكوبايه الصغيره اللي هي بتاعه الشاي دي اهي، يعني قولي مثلا بتاع 3 4 معالق كبار زيت زيتون، هحطها في الكبه، وهحط بقيه المكونات اللي هي الثوم خليني احط المكونات كلها واوريها لكم، الثوم والجنزبيل والملح هوريها لكم قبل ما اضربها. اهو حطيت كل المكونات في الكبة بتاعتي، اللي هي زيت الزيتون والثوم والجنزبيل وحوالي معلقتين كبار ملح، وهبدأ ان انا اضربهم بقى في الكبة بتاعتي لغاية ما يبقوا عاملين زي المعجون. هضربه وريها. ادي الشكل النهائي بعد ما ضربته الثوم والجنزبيل والملح وزيت الزيتون لغاية ما بقى ناعم جدا، هحطه برطمان ازاز وهحط على وشه زيت وخلاص. ده بتشتريه بمبلغ وقدره من السوبر ماركت، وهو تكلفته بسيطة جدا، وانت اللي عاملاه بايديكي وعارفة ايه المكونات. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوه ويعجبكم، وهوريه لكم بعد ما احطه في البرطمان. حطيته دلوقتي في برطمان ازاز منشفاه، غسلاه كويس جدا ومنشفاه كويس قوي، وحطيت على الوش زيت زيتون، وبعدين اجيب كلينكس كده واحط في الكلينكس دوت خل، يعني اخلي الكلينكس مشبعه قوي بالخل، واروح مسحه البق بتاع البرطمان كده بالخل واغطيه. ايه فايده بقى الحركه دي؟ ان هي بتعمل كماده حافظه، الزيت بيعمل كماده حافظه طبعا، والخل برضو بيعمل كماده حافظه علشان مفيش حاجه تيجي عليه. وابدا ان انا اغطيه بقى كويس قوي واحطه في التلاجة، بيقعد في التلاجة حوالي شهر مثلا. يعني انا كان عندي المقدار اللي انا كنت عاملاه قبل كده قاعد معايا اكتر من شهر كمان. بتاخدي منه بمعلقة ناشفة وتحطي بقى على الصوصات والتتبيلات، حلو جدا وسهل وبسيط وما خدش وقت، وسعره غالي في الجمعيات قوي. اتمنى ان انتوا تجربوه ويعجبكم ان شاء الله، واشوفكم فيديو تاني قريب جدا باذن الله. باي باي.